صلاح كان عايش زيه زي اي لاعب كرة مصري، كان الطبيعي يعني، هو بياكل الطبيعي اللي الناس بتاكله. بنخلص تمرين يا اما بناكل في مطعم النادي، يا اما بنجيب اكل من بره بناكل مع بعض، ده طبيعي ما فيش مشكلة. وفي موقف لذيذ في حتة الاكل لازم يتقال يعني. احنا دايما كنا مجموعة مع بعض في فندق النادي، كان محمد صلاح وباسم علي وعلي فتحي وجيلاني وعلي عفيفي ومحمد فاروق، كنا عامة مجموعة كبيرة في فندق النادي. كنا طبعا بنطلب أكل مع بعض على طول، فدايما كنا بنطلب الملكي، فكان دايما صلاح هو اللي بياخد الفلوس وحاسب الدليفري. فطبعا انت ايه مثلا ممكن سيد حسابه قد ايه، باسم قد ايه، علي، فكان صلاح دايما او مش دايما، معظم الوقت ما كانش بيدفع. تمام، كان دايما يقول لي مثلا ايه، انت حسابك مثلا 30 50، يبقى مثلا حسابي 25، بس هو ايه الزياده اللي فوق دي بيجيب حاجته بيها. تمام، بيطلع من كله، هو كده كده ايه في الاخر بيطلع كسبان ابن الذين. حتى دلوقتي هو لسه برضه كسبان في كل حاجه ما شاء الله. اول حاجه الاكل الصحي بالنسبه له، قلت ان هو كان زيه زي اي لاعب مصري بيتعامل مع الاكل اللي هو الطبيعي، اللي هو قبل التمرين وبعد التمرين والحاجات اللي هي يعتبر 99% من اللعيبه ماشيين بيها. ولكن التغيير والتحول الجسماني اللي حصل في جسم صلاح هو تغيير المرحله، يعني هو كل مرحله واكيد ليها تارجت معين هو عامله لنفسه، اذا كان للجسم او للفنيات في الملعب. فهو في التوقيت ده كنا دايما ممكن اللي كان بيكسر معانا القاعده شويه، ان احنا بعد الساعه مثلا واحده بالليل في بعض الايام مش كل الايام كنا دايما بنطلب حمام. تمام، وهو دايما كان بيحب الحمام وشوربه الحمام جدا يعني، فدايما هو كان بيطلب في التوقيت ده الحاجات دي وكان بيحبها قوي. اما في حته النوم وكده، هو ملتزم طبعا في حته النوم دايما، ولكن برضه لما كان يبقى فيه اجازات وكده كنا بنسهر دايما، نصلي وننام، ده طبيعي يعني، ده اللي هو الطبيعي في حياه كل لاعب كوره ممكن يعيشه. ولكن التطور اللي كان موجود واتطور في جسمه كان تطور مرحله، اللي هو اصلا 2010 و2009 احنا كنا كمصريين يعني بنسبة كبيرة جدا من المصريين ما كناش وصلنا للتطور الجسماني، لأن أنت ممكن تلاقي واحد طبيعي في الشارع دلوقتي بيتعامل مع جسمه كويس جدا، ممكن ما كانش يبقى موجود قبل كده. إنما دلوقتي هو اتخدم وخدم نفسه ووصل مرحلة كويسة جدا في حتة الحتة الجسمانية، خاصة إن هو ما شاء الله تبارك الله محمد صلاح دلوقتي ممكن يتصنف من أقوى لاعبي العالم جسمانيا، برغم قصر قامته أو ضعف القامة كصورة باينة، ولكن صلاح جسمانيا ما شاء الله وصل لدرجة ان هو قوي جدا، من اكتر اللعيبة في العالم بيعرف يحافظ على الكورة، من اكتر اللعيبة في العالم اللي هو بيشتغل تحت ضغط جسماني بيقدر يتعامل معاه تعامل كويس قوي. بس هو كان قبل كده غير دلوقتي يعني، هو قبل كده كان بيخاف من حتة الحسد شوية، كان بيخاف يعني، ممكن ابقى قاعد معاه كده احط ايدي على رجله، لا 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 حاسب ما شاء الله، هو يقول كده يعني بيلحق نفسه. بمناسبة الكلام على الحتة الجسمانية وان هو بيخاف على جسمه صلاح، كنا في فرح كابتن جيلاني وكان الوقت اتأخر جدا، فاحنا مسافرين مع كان لاعب معانا محمد الدسوقي، كنا مسافرين مع بعض، فمشينا طريق غلط، فقالوا احنا لازم نرجع من الطريق عشان هنرجع عكس، والطريق ايه سريع ما ينفعش ان هو يرجع مخالف، فقال لك هنعدي من على الرصيف، كانت العربيه عاليه شويه، فقال لك هنعدي من على الرصيف. فبنعدي من على الرصيف، العجله وقفت في النص والعربيه وقفت، فلازم حد يزقها، خلاص الموضوع بقى ايه بقى فيه صعوبه، واحنا الثلاثه بس على الطريق والجو بالليل جدا كان متاخر قوي. فقلنا ايه محمد الدسوقي هيقف هيركب في العربيه وهيسوق، وانا وصلاح هنزق العربيه عشان نرفعها من تحت. تمام، فهو ابن الذين طول عمره بيخاف على جسمه ما بيحبش يحرق، فانا بزق العربيه له، هو اقول يا عم زق جامد شويه يا عم انت مالك نايت كده ليه، يقول لي لا 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 خلينا انا ازق على قد ما اقدر، زق انت بس يا عصب. تمام، هو دايما كان بيقول الكلمه دي. تمام، ف
فهو فعلا في التوقيت ده كان هو اللي عصب، ولكن هو كان بيحافظ عشان شكله، كان عارف ان هو بعد كده هيبقى متواجد دلوقتي ويستخدم الصحه دي. صحاب سيانا دالا دي، ما احنا قلنا بقى ان هو كان في الرز بلبن بتاع الملكي، ومعظم الاوقات بتاع الاكل تمام كان دايما ايه، كان معانا رضا الويشي، كابتن رضا الويشي بالمناسبه كان معانا، فهو لحد دلوقتي يعني ايه يكلمنا يقول بصوا بقى، كلموا محمد صلاح وقولوا له هات الفلوس بتاعتي اللي انت اخدتها بتاعت الدليفري وبتاعت الاكل اللي انت كنت بتاخدها فوق الفلوس تمام، وبتجيب بقى اكل ليك، قول له هاتها بارباحها دلوقتي تمام. لا فاكر موقف برضه كابتن سيد، ان احنا كنا كان محمد لسه راجع خلاص المنتخب وصل اولمبياد، كانت البطوله في المغرب على ما اعتقد، وصل اولمبياد خلاص مع الكابتن هاني رمزي، فهم رجعوا من المطار في اليوم ده وعزم الفندق كله للامانه، عزم اللعيبه كلها على حمام او حاجه زي كده وبتاع. تاني يوم تاني يوم او تالت يوم من واحنا موجودين صلينا الفجر، وقال لي انا وسيد احنا هننزل نفطر تحت، في هنجيب انا وحشني فول وبتاع مش عارف ناكل، هننزل ناكل تحت مع بعض. في واحد عند نادي السكه بيعمل فول على العربيه كده، وبصراحه بصراحه اكله عالمي يعني، انا بص الناس تروح تاكل عنده. فالمهم احنا واقفين انا وكابتن سيد، فطلبت الاكل انا هو صلاح، فصلاح مستعجل على العيش، فقال له سمحت انا عايز عيش، فقال له طب ثانيه واحده هجيب لك، والراجل قعد يخلص في حد تاني وبتاع. صلاح قال له بعدها لو سمحت عايز عيش بس، فراح الراجل برضه قال له ايه، قال له حاضر ثانية واحدة يا كابتن اجيب لك العيش اصبر بس عليا. فبعد كده راح صلاح قال له يا سيد العيش مش هيجي ولا ايه؟ فبقول له لسه تاني، راح الراجل قال له بقول لك يا كابتن خلاص قلت لك هجيب لك، راح صلاح قال له زعق انت مش عارف انا مين، زعق براحتك على صوتك كمان. الموقف ده مواقف، وحد معدي كان حد معدي ده صلاح لسه هيبص يقول له انا محمد صلاح.